عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح. يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة، يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة، للبلد الطبح ذكرى. أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي. نايمين بدون تمرة، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي. اصحوا على حلم راجع، اكتبوا في الفضا الشاسع، احلموا بوطن واسع، وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محموم. وطن واسع، وطن شاسع، وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محموم. قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور. يا أخوان الناس دي بيعملوا في شنو؟ ما يدونا حقوقنا يخلونا نمشي نشتري قهاوينا ومعايشنا. الله يا حاج الزاكي، يا حاج الزاكي، عباس زوان يا اخي. يا طاهر يا اخوي ما تتعب روحك، ساكت. المسكين ضقل ما بيشوف الا من يعتر ليك. انت جنيت ولا شنو يا اخي؟ انت يا اسكون اي ما تخش، تخش لي انت يا اخي. اخش لي انا؟ وانت مالك محنن ما تخش لي؟ انت ما كبيرنا يا اخي. كبيركم؟
صح كبيركم لكن ما كنت اقدر اخش عليه. امشي انت. انا بخش عليه يا زول. انت سويتها جد ولا شنو؟ أيوة. يا اخوي جنب انت دار جبلان كف ولا شنو؟ هي كده معترسه دارت عترسه زياده. الله انا خايف اخش عليها الجنايم. تلقى شنو؟ الجنايم. قال الجنايم. ويا اخوي ونايم قاطع قلبك وكان لقيته صاحي تموت عديل. يا اخواننا الله الله على الجد والجد الله الله عليه. رايكم شنو ندخل على الزول ده دخلت رجل واحد يا اخواننا؟ اها انتوا كان خايفين؟ اها افتح لي السكه انا بخش عليه. لكن يا طاير خايفين انك تدخل عليه وتشيل حقك وتفكنا عكس الهوى. سينما. شكرا شكرا. انتوا قالين قريدي بتجي ساكت كده ما لازم الواحد يتعب ليها. انا والله مع الناس دي ساعتين ونص انا قاعد اطالب بحقوقكم. يعيش سينما. وطالبت ليكم بتحسين الاجور من الشهر الجاي. يعيش سينما. والله ما هدا ضميري الا بعد ما احقق لكم كل المكاسب اللي تنقرينها. يعيش سينما. وطلعت لكم من عينه يوميا. يعيش سينما. بارك الله فيك يا سينما. شكرا. يوميا سينما باسط حليب. صلوا عليه. اللهم صل عليه. يعيش سينما. رن جمال 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 بعدين وقت الشمس تبقى هنا والعرق يبقى هنا بتودوا وشكم وين انت وعباس؟ كان غشيتوا القاضي وغشيتوا القانون بتغشوا رب العالمين. يا ناس هاي. وبعدين يا بشار لا ذهب نبيع ولا عيش فيك الحاوية. يا وليه ما تسيبيني أموت في سريري. في مرضا بيقتل زول بيقتل اليوم. لكن دي حالة دي يا أخواني. يا هو حالنا مما قمنا قايمين وقاعدين ياهو في الشقاوة قسمتنا. لا إله إلا الله. السلام عليكم. زيك أبو شارة يا راجل يا طيب. زيك يا حجة كيف؟ أهلا يا سينما. ألف لا بأس عليك يا أبو شارة. بارك الله فيك. أمسك يا حاج. ده حقك كامل ما ناقص ولا مليم واحد. وبعدين حنرجع البتاع تاني. لا 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 أنا خلاص. خلاص شنو يا حاج؟ ما طول عمرك مما تشوف القروش بتقوم وبتشتغل زي الحصان دي علي أنا. في مرة أقوى من القروش يا حاج. السلام عليكم. الله يسامح. تعبت يا حاج بعد التعب ده وبعد العرق خالة الدم والتمن يا هدى. لا حول ولا قوة. أم الكرام يا ولي في أرخص من عرق المساكين. مسكي وحمدي الله. وين
لك يا كمال اللي ولدناك وراجلك لليوم الشين ده. وين بلدك يا كمال يا ولدي؟ كمال استاذ عز الدين كيف حالك؟ الحال سلامات عزو ازيك؟ الله يخليك. اجابك البلدي شلون؟ الله دي حكايه خليها. شوف بدون ما افهم اي حاجه تمشي تنتظرني في غرفتي في فندق، فندق النجوم بتعرفه؟ ايوه جنب السينما. ايوه تنتظرني هناك لغايه بس خليني افهمك وضعي الجديد. ما عاوز افهم اي حاجه، وقبل ما افهم اي شيء كلها نص ساعه، عندي مشوارين اطقطق سريع واجي. يا عز الدين لا ولا كلمه، يلا بجيك هسه. ها خير؟ والله كمال يا حليلك يا صدف غريبه يا خلاص. طيب طيب عايزه تتلهي جوا تلهي، ما عايزه محل طايره طيري طلعك ما في. اها خبرك شنو يا كمال؟ والله اهو. لا يعني اجابك البلد شنو زايد ولا غايل؟ تاي. شنو؟ تاي بيمارس في مضيعة عمره. لا يعني جيت تكتب رواية، جيت تكتب قصة. القصة شنو بالضبط؟ ما كفاية قصص حياتنا نحن. انت شوكشت ولا شنو؟ للأسف ايوه. اها وهارب من منو؟ هارب من نفسي. ما هي نفسك معاك يا اخي. للاسف ما اكتشفت الحقيقه دي الا لما القطر جابني هنا. تستاهل لانك لين. انت وسباعي ماشيين في طريق حسن سرور. ده راجل خرفان يا اخي، الزمان بيطوي في الحيطي. بلا كمان لسه شغال معلم، وظيفه هامشيه في قطاع عام وسط سياسه التحرير وخصخصه. ده بتيه ذاته يا اخي. ما ارتحت الا في المهنه دي. كنتوا غرقانين في المهنه والطباشير والخرط والمناخ، والمناخ العام ذاته تغير يا اخي. كيف اخبارك انت؟ ومن الفاز بيساميتك يا كمال؟ سنهوري. سنهوري ود العز. سنهوري؟ سنهوري العبيط يا كمال؟ خساره، ما حميت ظهرك. قسما بالله يا كمال لو عندي عقليتك كان حكمت العالم. يا اخي ده ما زمن ليسانس ولا زمن بكالوريوس ولا، ده زمن تجاري صرف. اغدارنا. ما انت لما جيت في بيتنا طرحت لك انك تيجي تشتغل معاي وتستفيد، لكن قدر حسن سرور اقنعك بانه انبل الاحلام هي الفصول. وكيف اخبارك انت والاولاد وناديه؟ ناديه زي اخوها سباعي. حسن سرور ركب في راسهم حاجه اسمها النصاعه، عاوز تاكل حلال وتلبس حلال في زمن حرام، وفي رايي انه التجاره ربا، وبتقنع فيني اسيب التجاره واشتغل مدرس عشان اشرب ما اروى. وبعدين كان لازم نتفارق. هتطلق الانسان المحترم يا عزو؟ الزمن ده معادلاته صعبه، ما بحل الا الشاطر. يتعلم الشطاره يا كمال. ده حالنا يا بنتي. أنا من قمت قابلت الدنيا، شغلت الخمسة أصابع، شغلت الضراع، تعبت
وكبرت كنت راجيك تكبري وتتوظفي ساعديني، لكن اهو شغلتك بقت خير منها شغلت العتالة. حاتم اخوك اكبر اخوانك لسه صغير، بقى عليه كتير لما يكبر ويتوظف ويلحقني، الوقت داك اكون انا مت وقبرين درس. يا بنتي طردي ابوكي يمد ايده وعينه طلاقت في جيوب الرجال ومد ايده ويقول يا محسنين لله يا محسنين، ولا امد ايدي لحق الرجال فيها انهب وفيها انضرب نار. لما جاء عباس وطلبك ليه ولد سنهوري عارفك انت كنت دايره شنو كمالنا ودخلت انا قبل كل شيء، لكن يا بنتي احنا بنقول قول والظروف بتقول قول. يا بنتي انت بنتي الوحيده والكبيره، لكن ما فيك بيشفي ده غيرك بدونك تفديني. خديت حمل كله عليك، داري انك تفديني يا بنتي عشان نرتاح وراك. افديني يا سامي افديني يا بنتي. شبعنا شطرنج وبعدين علام الساعة 1 صباحا ولهدي هسع استاذ سباعي ما جاب العشاء. يا اخي ده زول عجيب، مرة وكلناه على مرتباتنا شال مشى المستشفى وزعل العيانين وجانا يطلع. انا بالطريقة دي حطلب نقلية بالمناسبة. يا اخي ما ممكن 24 ساعة الواحد بس يعلق في الدريبات يطعن في الحقن من غير اي فايدة. انا ذاتي غررت كده، يا اما ناس اللجنة يحلوا مشكلة الميز يا اما هم اي يدرسوا، احنا بعد ده خلاص يا حدا نوقف. سباي وين العشاء اللي مش هتجيبها سباي؟ عشاء؟ مشكلة الميز يا أخي. ما زي مشكلة نقص الطباشير ومشكلة نقص الكتب لا 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 يا سباي، إلا أكل المعلمين ده يا أخي، ما عنده علاقة بالحاجات دي يا أخي. يا أخي نحن بشر يا أخي، ما مخلوقين من الرصاص. عليك الله أستاذ علام، ما تنسى صحيني بدري بكرة الساعة 4 صباحا. شوف يا سباي، إذا أنت ما عايز تتكلم مع ناس اللجنة أنا بتكلم معه وبقفل المدرسة. ما تنسى عليك الله. يا أخي معقول يا أخي
زول يشتغل من الساعة 4 صباحا لغاية ثاني يوم الساعة 1 صباحا وما يتعشى؟ بعدين تعال يا أخي، شنو جمعية موسيقى يعني؟ خلاص يعني أستعمل المدينة الفاضلة؟ المدينة دي يا أستاذ انهارت وهي في مرحلة الخرط. والله تاني قسما بالله ما أدق فيها طبشيرة، أما ده ضياع. الواد عايز يعمل لنا فيها أفلاطون يا أخي، يدرس موسيقى ويتعشى بالهواجس. لا والله كويس. تفضل. السلام عليكم. أي سلام. مساء الخير. السلام عليكم. يا حيا بالله. عليكم السلام. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. تفضل تفضل. السلام عليكم. مرحبا. لي براق بالليل ده عامل لي فيها تمساح البحر ده لا عامل لي فيها قرنتيه يا زر هوي مالك مالي مالي بدي اعرف حسه كويس يا زر احسن لك كمان ها بتهدد يا زر لم دمك لم دمي انت ما زي السمكة اللي بتقبل فيه ده يا سمكة يا زر احسن لك سلي ثم العكازة ثم العكازة بنمن عكازة أظن أنك ما ضفت طعمه يا زول أنت لقى مني شنو؟ طعمه لذيذ لقى منك شنو؟ ليلة كتلك مستعد؟ يا زول أحسن ليك أحسن لي أسمع البلة والبوليس منه؟ أنا ما عارف ما عارف ما عارف ما عارف تعرف كويس ها أنت قاعد تشهد ضدنا في المحكمة طوالي ما أنا والله لكن اسمع شوف ليك ليلة الذل يشهد عليك أنا الليلة حاقته لك ها؟ دكتة طعم الموت قبل كده إنت؟ دكتة طعم الموت ها؟ مالا دكتة طعم الموت مالا البحر ده أنا تمساحه الغابة أنا سدى الجو أنا صقره ها؟ الليلة تمشي مني وين؟ تمشي مني وين؟ ها؟ أبلغ البوليس منه؟ نجومي نجومي؟ نجومي 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 يا أخو عباس معقول يبلغ عنه والله نجومي شوف اسمع نجومي غيره انت عارفني كويس انا هامي لا ام لا ابو لا بيت لا ولد ها واقع من السماء ده كده رب رب شايف ها ما عندي اي شيء شوف اسمع اشوفك تاني واقف تشهد في محكمة ها بضبحك وبقسمك كيمان سامع فاهم ولا ما فاهم فاهم ولا ما فاهم فهمك بلا يخمك عفاف عفاف قومي يا عفاف ابدأي حبتين ليل ما قادر يا نجومي اتحمل شوية يا أستاذة قومي آخ إن شاء الله بكرة نشوف لك طريقة السفر يا عفاف عصام يا نجومي موجود يا عفاف نادي لي عصام يا نجومي ونادي لي أمي ونادي لي أبوي يقطع الظروف الحرجة ويقطع يومه عزبتك معايا بنت الناس اخترت الطريق الصعب لا
نادي لي عصام. ايوه اجيب هذول اجيب أيوة. ماشي وين يا بني؟ عرفته الساتر الله. خليني يابا خليني الساتر الله يوريك. خليني خليني يابا الساتر الفياض الفياض. مرة زي بعاتي دي يطلع شيء مرة دي ولا قعونجة. يلا جاي جدا. ها نبدا يمين شمال اعلى اسفل يمين شمال اعلى اسفل. جيد جدا. كلنا عارفين العقل السليم في الجسم السليم. مظبوط. يبقى يا اخواننا تحت اي ظرف من الظروف انا ما موجود يبقى نفس البرنامج ثابت. تقوموا بدري مع الاذان، تصلوا الصبح حاضر وفي جماعة. بعد ما تصلوا الصبح حاضر وفي جماعة تتلوا ما تيسر من القرآن. بعد ذاك تقوموا ترجعوا البيوت تشربوا الشاي وتستحموا وتجهزوا ليه؟ للحصص للمدرسة. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. الزلابة دي لك عشان سكت الحرامية. الله يا أمونة كان عارفك متكيفة؟ أكان قطعت راسه عديد وجبت لك من مخلايا. أنا برايا متكيفة، الناس كلها متكيفة مني. لكن كان كان لحقته ما كنت بطبق لك في جنس نظرية. أنا ما عارفك أنت ما صعب. اللي بينا دي ليك عشان شنو؟ عشان تكبر وتقبض لها الحرامية. هيا كدي سمع يا حقوق ما كانت تدينا ملحوظة. ليش نم؟ الزغروطة دي أها عشان توفريها لي بعدين. بعدين متى؟ لما الحمد لله
يشنق الطاقية ووقف العربية. أصل على النبي طسوا ها وبيع الخدار يملى الجيب قروش. أصل على النبي ويملى الجيب قروش ما شاء الله. وبعدين يا حبوبة تعالي تلقيني وقولي لي لي فوق. قولي لي فوق عليك يا حبوبة. قولي لي فوق كدي ويا رب تضحكي لي الكلام ده قريب قبال العيد الجاي ده. عليك الله حبوبة كما قلت يا قولي لي فوق. ليفو يابا يابا يابا. ايوه حسن بعد كده جرس حاضرب ما ماشي المدرسة. لا انا ما حقدر امشي. كلم استاذ سواي قل له ابوي قال لك عايزك ضروري جدا يجيني. وكلم استاذ طرفة قل له ابوي قال لك عند الحصة الثالثة في سنة سادسة خلي استاذ جمال يملاها. وقوم امشي انت عشان ما تتأخر. حاضر. حلو حلو جدا ها. لا عسل عسل عمولتك بلا. يلا مع السلامة. انت لازم تسافر في شنطتك ماشي وين؟ انا لازم اسافر ولازم احصل القطر عشان ما يفوتني. قطر يا اخي زمان قطر يا كمال يا اخي. الطيارات دي صنعوها لي شنو؟ بس انا ما فرست كلاس انا معلم في دي اس دي في الدول المتقدمة تركبك طيارة وتميزك دون خلق الله الا في البلد الحفرة دي تدخلك في جحر. خلاص يا عزو انا حجيك في مكتب هناك في الخرطوم. يا اخي ما تستناني مو مساوي. انت قلت حتقعد لحد بكره وانا مستعجل لازم اسافر. مستعجل؟ حتقوم بالقطر؟ القطر كم يوم يا اخي؟ انا بكره ساعه ونص اكون جوا المكتب. طب علي تذكره؟ يا كمال يا اخي انت انسان بسيط جدا. انا اقول لك حاكسرك وابنيك تقول لي تذكره؟ تكسرني وتبنيني من جديد؟ انا ببني غلط ولا شنو؟ اها بشنو؟ مسافرة. وين ماشي؟ جهنم؟ لا بيت اهلي. وانت عندك اهل؟ والمطلوب من نار شنو؟ القسيمة. قسيمة شنو كمان؟ قسيمة حريتي. لا ابي ابي احسن تطلقني قبل ما اتسجن فيك باقي عمري وامسك عندك. ذهبك وعماراتك كلها ما بتساوي عندي حصة جغرافيا. اي الله يسألها وطلعت ما في. عفاف انت كويسة؟ كويسة يعني جو. متأكدة؟ متأكدة. شفت لي رؤية في النوم. خير ان شاء الله. راجل ابيض ونظيف وعنده لحية بيضة. يكون من الصالحين. وعملية عملية في دولة اجنبية والعملية كمان نجحت. يا سلام لانك طيبة وصابرة. عذبتك كثير يا عفاف. كفاية انك سبت الدنيا كلها عشان يعني جو. بالعكس انت سبت الدنيا عشاني. انا زول يده فاضية ما عندي حاجة. عذبتك وبهدلتك. كفايه علينا عصام.
الحمد لله. تقدري تستحمل السفر بكرة الصباح؟ ما في داعي للسفر. كيف ما في داعي للسفر؟ لازم تسافري. أنا كويسة وما في داعي للسفر، وإنت تقوم تمشي المدرسة. ما ممكن أمشي المدرسة وإنت تعبانة. ما تنسى إنه في ربنا رؤوف رحيم. ونعم بالله. وعشان أكد لك أنا كويسة، أنا برضو حاقوم أمشي المدرسة كمان. إيه رأيك؟ سبحان الله. أي عاد دوم الفياض ده أكوين في اليوم 100 مرة. بكوين كي عليك كده بس إنت مالك بيهم؟ كي عليك خلاص خريج الجامعة. يعني عشان ودخلت تقاري الجامعة؟ يحليلك والله. يحليلك إنتي، إنتي قايلة عادي زي الفياض. خاف الفياض سايل فيه عادي. الفياض ده واحد، ما في زول في البلد دي زيه، واحد بس. والله ده لسانك تقطع عليكي. أهي أظن ده الفياض، أظن الفياض جا. الفياض جا. بالراحة بالراحة، ما تقعد تكسر كراعيك. والله بدي جند عديل كده، كنت قلت له أي شيء، تقول لك الفياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بانا، أنا سينما. صباح الخير. صباح النور. صباح الفل والياسمين. أهلا. صباح النور على البنور. ما قلنا أهلا، فيش ده؟ لا 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 لا، من غير زعل. براحة هاي هاي، قلت لك حاجة الزاكي فيه؟ حاجة الزاكي؟ لو عاوز حاجة الزاكي ما بتجي بالباب الوراني، بتجي محل للرجال بالباب القدامي. طيب بالباب القدامي والوراني حاجة الزاكي فيه؟ طلع ما في. طلع ماشي وين؟ ما قلنا طلع. ما براحة، قلنا براحة يا أخوانا. ما عارفة ماشي وين، طلع خلاص. قلت لك انت مخطوبه. السوده ده يا اخي عالم تقري. زلابيا ما معقول. ادخل تفضل. شكرا 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 يا حيدر. عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح. يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة، يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة. للبلد الطبح ذكرى، أقمار الضواحي Thank you.
وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محمود. وطن واسع وطن شاسع، وطن واسع لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محمود. ومهما ضاقت الأحوال أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور.